اهلا بيكم النهارده وحلقه جديده من برنامج عليكم بالعافيه. وزي ما البرنامج من يعني معودنا دايما ان احنا بناخد كل ما هو جديد ومتنوع، فالنهارده بمناسبه الاجازه نصف العام احنا جايبه معايا بنتي ريناد احمد. النهارده الاكلات كلها تبقى شبابيه زي ما بيقولوا، يعني عايزين نقول حاجه بسيطه قوي. هم دلوقتي الشباب اللي طالعين من حقهم يدخلوا المطبخ ويدوقونا اللي هم عايزينه، حاجاتهم يعني اقل مننا شويه، الحاجات التقليديه بتاعه المطبخ العربي بنعتز بيها ويتعلموها يتعلموها في وقت ما، بس هم ليهم حاجات بسيطه النهارده هتقدمها لنا ريناد احمد. اهلا بيك يا ريناد. هنتقدم النهارده حاجات جميله، هنقدم الحاجات اللي النهارده عندنا حلق الطبقات، وبعدين بعديها هنقدم اجنحه الدجاج، وان شاء الله نلحق نقدم معانا الباف بيستري او اللي هو العجينه الهشه اللي بتعمل اشكال جميله واشكال سهله وحلوه، وكل ده هنقدمه ونشوفكم ان شاء الله بعد الفاصل، وانتظرونا. اهلا بيكم تاني مره تانيه مع عليكم بالعافيه. وقلنا النهارده هنقدم الحاجات الشبابيه السهله اللي يقدروا يعملوها في الاجازه، وطبعا تحت ارشادنا وتحت مسؤوليتنا احنا ان شاء الله تبقى سهله. هنقول النهارده حاله طبقات الاوريو. عندنا بسكوت الاوريو، احنا عندنا بيبقى بالمنظر ده، هنفتته يبقى بالمنظر ده ونحط عليه شويه زبده. وعندنا الطبقه نفسها اللي هنستعملها لبن مكثف محلى، وعندنا كاكاو وعندنا نشا. هنشوف بطريقة سهلة هنعمل ازاي الحالة الجميل ده ويطلع شكله جميل جدا ويقدروا يعملوه في البيت واحنا معاهم ان شاء الله. امسكي ريناد. هنحط ايه الاول؟ اول حاجة نحط اللبن المكثف، كوباية لبن مكثف او علبة اللي هي بنشتريها على طول بتبقى جاهزة بتبقى موجودة يعني الكمية نفسها يعني. بنحط بعديها ايه؟ مية نفس الكمية يعني كمية ال حط مية. ده الطبقة اللي هنكونها، يعني احنا عندنا بنكون ثلاث طبقات، طبقة البسكوت اللي احنا قلناها بتبقى عاملة ازاي، والطبقة اللي هي البيضة دي. هنفضل نقلبها لغاية ما ايه يا رنا؟ لغاية لما يغلي. لغاية ما تغلي. اول ما تغلي احنا دلوقتي هنضيف ايه كمان؟ النشا. بس لازم طبعا الاطفال يتعلموا معانا الحاجات دي كلها، وبعدين لازم نثق فيهم هم. طبعا احنا بنبقى معاهم طول الوقت عشان ما يحصل لهم اي شيء بجنب النار. قلبي يا ريناد على بال ما تقلب هي المكون اللي هو الطبقه البيضة، تطلع طعمها لذيذ جدا. اوريكم بنبقى عاملين ازاي. ادي كده الكاسات، احنا هنكون ثلاث طبقات، ادي طبقه واثنين والثالثه اللي هي بالاوريو. عندنا الكاسات دي بتبقى موجوده معانا، حطينا فيها الاوريو بعد ما كسرناه وفتتناه وحطينا معاه شويه الزبده عشان يبقى جامد شويه. احنا بنستنى عليه بس يغلي. اول ما يغلي هو بيمسك وبيجمد، يعني هو ما بيبقاش محتاج ان هو بس يغلي، اول ما بيغلي بيجمد على طول. يعني متهيألي الحلقة النهاردة مختلفة شوية، دخلنا فيها زي ما نقول شفات الغد أو اللي نثق فيهم إن شاء الله يبقوا أحسن مننا بكتير، وإن شاء الله ينول إعجابكم الحلقة دي، وكل اللي في سنها يقدر يعملها ويعملها بسهولة، والأمهات تثق فيهم إن هم يدخلوا المطبخ. خلاص بالظبط كده غليت كده، أول ما بنشوفها بتغلي بنشوفها إزاي بقت تخينة شوية أو سميكة. يعني أول ما بتبقى سميكة بالمنظر ده بنبتدي ننزلها. معلقه بيضه هنا.
طبعا الحاجات اللي بنحس انها احنا المفروض نعملها بنعملها بدل عنهم، يعني الحاجه اللي هي فيها نار او فيها حاجات كده بنحاول نساعدهم. نبتدي ندي نحط الطبقه البيضه، طيب كده حطينا الطبقه البيضه، طيب فاضل عندنا كمان نعمل كمان طبقه اللي هي الطبقه البنيه. الطبقه البنيه عباره على ايه يا بنات؟ نسوي ايه؟ على الابيض هنحط كاكاو، اتفضلي قلبي، اول ما بنحط الكاكاو بتبقى الطبقه زي البودنج اللي بالشوكولاته اللي موجود في المحلات، بيبقى نفس الطعم تقريبا، من يعني الحاجات اللذيذه السهله اللي بتبقى طعمها حلو وفي نفس الوقت واثقين من مكوناتها، مش محتاجين ان احنا نخاف من مكونات كده. ادي الطبقه الثانيه. لازم اقول لكم حاجه مهمه في الخطوه دي، لازم نستنى على الابيض ده يحصل ايه؟ يجمد. يجمد يعني يبرد. يبرد. يعني لازم نستناه يبرد. انا طبعا عشان الحلقه بوريكم الخطوات، بس في البيت بيستنوه لغايه لما يبرد خالص، عشان لو حطيتوا الطبقه دي يعني هتدخل فيها وتمتزج بيها، يعني مش هتبقى فيه طبقات تقريبا. طبعا انا عايزه اوريكم الشكل النهائي. هاتي يا رينات النار. ادي الشكل النهائي، ونشوف الشكل النهائي بيبقى عامل ازاي لو قربنا الكاميرا هنا. بص الطبقات واضحه جدا، اربع طبقات بالمنظر ده، وبنحط بنزينهم بالاوريو فوق، وكده يبقى اول طبق جاهز معانا. وميرسي يا رينات، الخطوه لذيذه وسهله واحنا ساعدناهم، بس يعني زي ما قلنا نثق فيهم ان هم بقوا شباب خلاص يقدروا يعملوا كل حاجه. حط ده هنا خلاص. نبتدي نعمل الطبق التالي. نقدر الكاميرا تيجي عليها، هي جاهزين. الطبق التاني يا رينات هنحط أجنحة الدجاج. أجنحة الدجاج دي من الحاجات اللي بقت مفضلة بطريقة فظيعة في الجيل بتاعهم، واحنا كمان بصراحة أنا بقيت أحبها جدا. هي سهلة قوي قوي قوي، مش محتاجة فيها يعني اي حاجه، المهم بس نركز فيها، هي مش محتاجه خطوات خالص. قولي لهم بتحطي ايه على ايه. هنحط على الاجنحه النشا، معلقه بنحط نشا على الاجنحه. النشا دي عشان تديها بس قرمشه. نقلبها. بنقلب الاجنحه، بنقلبها عشان تمص النشا اللي هي حطيناها، ولما بنقلبها بنسيبها شويه عشان تاخد النشا كلها. برافو. لو محتاجة طبعا نشا كمان بنزودها، بس هي مش هي اللي مش محتاجة خالص. خلاص هي بس نستنى على الزيت يغلي، وبعد كده بنقليها وبنطلع وتبقى شبه جاهزة. نوريها ازاي. عندنا تالت حاجة هنتكلم عليها قبل ما الزيت يسخن شوية، لان لازم يبقى ساخن جدا. عندنا الحلاوة اللي هي الطبقات الهشة. هي عجينة بنشتريها بالمنظر ده من السوبر ماركت، مبقاش زي ما هي كده، وبنحط عليه بنفردها وبنحط المكونات اللي احنا عايزينها. احنا عندنا النهاردة جايبين لكم طريقتين، طريقة ايه وايه؟ الابل باي واللي هي الكب كيك. الابل باي اللي هي فطيره التفاح هنعملها، وتشوفوها هي سهله برضو، موجوده طبعا في المحلات وكلنا بنحبها، وهنعملها بطريقه الكب كيك برضو النهارده، هتبقى شكلها لذيذ. هي من يعني مستنيين يغلي، انه لازم يبقى ساخن جدا.
وعندنا عندنا طريقتين في الأجنحة. عندنا حاجتين في الأجنحة، أجنحة بالصوص الحراق اللي هو الحار، وعندنا أجنحة اللي هي الباربيكيو، صوص الباربيكيو. هنعملهم إن شاء الله النهاردة. ممكن أنا أحط في النار يا ريناد عشان هو بنقليها على الناحيتين وبتبقى جاهزة إن شاء الله، ما بتحتاجش وقتية، بس الزيت يقدح كده. لازم نقلي طبعا، والزيت حار جدا، ما يبقاش الزيت يعني كده شبه بارد، لان لازم يبقى حار عشان الحاجة تستوي على طول. طيب ممكن نسيبها على بال ما تستوي، ندخل في طريقة العمل فطيرة التفاح، عشان دي من الحاجات اللي الناس بتحبها جدا. ان شاء الله نلحق نعملها. عندنا هنا عجينة الباف بيستري والتفاح، بنفرد العجينة. ممكن يا ريناد تعمل لنا التفاح هنا؟ بتحط التفاح ازاي؟ بنحط التفاح تقطع، متقطع صغير، التفاح بيبقى متقطع صغير، ونحط عليه السكر البني. ايوة، ونجيب القرفة، نحط القرفة كلها. نحط قرفة. المكونات يعني بتبقى سكر بني، وعندنا تفاح متقشر، دي عبارة عن تفاحة واحدة معاها معلقتين سكر بني، معاها معلقة صغيرة قرفة. يعني من الحاجات الجميلة بصراحة، يعني انا بحبها جدا، لانها تبقى سهلة، وتقدر يعني زي ما قلنا سنهم يقدروا يعملوه. هنحط بس نقطة مية عشان تعمل على طول. وبعد ما بنعمل، عايزه اوريكم بتاعه الكب كيك برضو، بتبقى جميله قوي. عندنا انا جايبه لكم طريقتين سهلين، اللي هي بتاعه فطيره التفاح والكب كيك. الكب كيك بنعمل المعجنات دي على شكل الكب كيك نفسه. هنجيب اي حاجه مدوره قطاعه، او اي شيء احنا بنقدر نعمل فيه. خليها لسه، يعني بنقطعها مدور كده بالمنظر ده، ونيجي على اي حاجه زي الكب كيك، زي طريق بتاعه الكب كيك، ونحطها لجوه. بالمنظر ده بنحشيها ايه؟ بنحشيها كل اللي انتوا عايزينه. ممكن انا جايبه النهارده مثلا جبنه ونقانق، ممكن تحشوها لبنه وزعتر، ممكن تحشوها حاجات حلوه كمان، مش لازم حاجات حادقه. ممكن زي البيتزا تعملوها زي البيتزا بالظبط وكده المنظر ده، وبتدخلوها الفرن على درجه حراره 200 لمده تلت ساعه، ويمكن اقل من كده بتكون اتحمرت. انتوا بتبقوا شايفينها اذا كانت اتحمرت ولا لا. بنطلعها بالمنظر النهائي ده. المنظر الجميل ده، دي تقريبا شبه جاهزة خلاص. بنيجي على طبعا انا بعمل بسرعة عشان وقت البرنامج، يعني تقراها في البيت بتاخدوا وقتكم احسن من كده. بنيجي على المكان، نروح حاطين تفاح، وبعدين نجيبه كده ونبتدي نقفلها، ونبتدي نقفلها بالمنظر ده هنا. ممكن نعملها بالشوكة عشان تدي نفس الشكل اللي احنا بنشتريه من المحلات، يعني مش عايزة اقول اسم المحل بس انتوا عارفينه اكيد، المنظر ده. وبندخلها، اما ندخلها في الفرن او اما ان احنا نقليها في الزيت. طبعا ما نقليها في الزيت بتبقى هشه اكتر، بس بتبقى شاربه زيت اكتر، فاللي انتوا تفضلوه يعني صحيا. طبعا الفرن بس ما بتبقاش بنفس الطعم.
ممكن تجيبيها ايرينات جاهزه. دي بالمنظر النهائي يعني ما شاء الله، يعني النهارده اهو عملنا حاجات جميله وسهله. طيب فاضل بس الاجنحه، الاجنحه قلنا بنسيبها تحمر على الناحيتين. عندنا كده عندنا اثنين من القلنا، اثنين من الاجنحه، في اجنحه بتبقى بالصوص الباربيكيو والصوص الحراق. هنحط الاثنين كده عشان نعملهم اسرع. المنظر ده كده، وبعدين بنستنى طبعا في وقت النار لازم احنا اللي نتدخل، مش محتاجين نقول يعني، هما بس يساعدونا في الحاجات اللي قدامهم، واحنا ساعة النار احنا بنتدخل نعمل اللي احنا عايزينه. هي تقريبا شبه جاهزة، بتاخدش وقت الدجاج، احنا عارفين الدجاج ما بياخدش وقت في الزيت مغمور كده، ما بياخدش وقت، فاحنا هنحطها على طول هنا. على طول ما بت... يعني بتشيلوها على طول. بنحط ايه يا ريناد؟ بنحط الصوص. ممكن تجيبيه؟ معلش انا هشيل بس ال... يعني انا هحطه من غير ما ابين الماركة، بس هو فيه صوص كل الماركات موجودة. عندنا فيه صوص اللي هو صوص الحار، ممكن تشوي قلبي. نقلبها كويس. أول ما بتغلي هي مش بتحتاج إنها يعمل حاجة، بس أول ما بتغلي بتبقى شربت الصوص بتاعها، مش بتحتاج أي حاجة خالص. وكمان عندنا نفس الحركة بنعملها مع صوص الباربيكيو. ممكن ده انزله انا؟ ده خلصنا ده. ده قلبيه يا ريهاد. نقلبه كويس برضه بالصوص. عندنا هنا ادي الباربيكيو. النهارده يعني عملناه بطريقه سهله وسريعه كل الحاجات. قولي لهم يا ريناد اللي عملناه النهارده. عملنا الوينجز اللي هي اجنحه الدجاج. اجنحه الدجاج والحارة. يا ريت الكاميرا تجيب من فوق لان الحاجه شكلها فعلا يشهي وجميله والف هنا للناس. فطيره التفاح والكب كيك بيستري. دي شرايح الهشة، قلنا دي الشرايح الهشة بنعمل منها حاجات حلوة وحادق، ونعمل منها كل الأشكال اللي انتوا عايزينها. في ممكن فطيرة التفاح المشهورة قوي اللي موجودة في محلات مشهورة، مش عايزين نقول الاسم برضو، من الحاجات المفضلة عند الأطفال وعندنا. نشكركم جزيلا وشكرا للحلقة الجميلة دي، وأهلا بيكم في الأجازة سعيدة، وكل الأمهات سعداء والأطفال، ويا رب تكون حلقة خفيفة عليكم. شكرا يا ريناد. شكرا.